ونفى لاعب شباب بلوزداد أمير سعيود بأن يكونوا مرشحين للتتويج بكأس الكاف، متمنيا بأن يصلوا إلى أبعد نقطة ممكنة في ظل غيابهم عن المشاركات المستمرة في المنافسات القارية وكذا تواجد كبار القارة. احنا صراحة مانيش مرشحين الحقيقة باش نفوزوا بكأس الكونفدرالية باش نستعينوا برك. احنا نتمناو نروحوا الأبعد دور في هذه البطولة، هذا تسمى هذا هو الحلم تاعنا. بيان سور كاين دي زيكيب صراحة اللي راهم مرشحين، باسكو احنا ماشي والفريق، يعني شباب الوزداد فريق كبير يعني تاع مناسبات كبيرة، مي احنا نتكلموا هذه السنوات الأخيرة الفريق ما كانش يشارك بصفة رسمية في البطولة الإفريقية.